معلش انا عايزه اطلع من الموضوع ده واروح لموضوع تاني، وهو الموضوع ده انا هستفيد فيه اكتر الحلقه اللي جايه ان شاء الله، لكن معلش انا مش قادره اعديه المره دي ومش قادره ما اتكلمش فيه. موضوع احمد رفعت، لاعب طبعا فيوتشر اللي كلنا عارفين اول يوم رمضان وحالته اللي كلنا عايشينها مع بعض من اول يوم رمضان، وكلنا زعلانين وكلنا بجد بنتمنى له وبندعي له في كل صلواتنا انه ربنا يرجعه لاهله ويقومه لينا بالسلامه. احمد رفعت واحد من ولاد الزمالك السابقين ولعب في انديه كتير جدا جدا، بس والله بعيدا عن ده يا اسلام ما فيهاش اهلي وزمالك، دي روح. انسى بقى الاعلام وانسى الانديه وانسى كل الكلام ده، ارجوكم يا جماعه ارجوكم. انا طبعا بتمنى من حضراتكم تكثيف الدعاوي من اجل احمد رفعت خلال الفتره اللي جايه، وهستفيد اكتر في الحلقه اللي جايه، بس ارجوكم كل مسؤول في نادي، كل مسؤول في نادي، وكل مسؤول عن 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 جهاز طبي داخل نادي، ارجوكم كل فرقكم يتعمل لها تشيك اب، ارجوكم تشيك اب كامل لكل فرقكم، لكل فرقكم. مش عايزين نتفاجئ، مش عايزين نتفاجئ بحاله زي احمد رفعت تاني وتالت ورابع وخامس، مش عايزين نتفاجئ، عايزين حتى نبقى بجد كل حد عامل اللي عليه. أرجوك أنا بطالب كل مجالس إدارات الأندية في مصر كلها، في مصر كلها والعالم العربي، في مصر كلها، أرجوكم كل نادي يجيب فرقه ولاعيبته يعمل لهم تشيك أب كامل، أرجوكم. مش عايزين نتفاجئ، مش عايزين يظهر لنا حالات شبه دي تاني وقلبنا يروح معاها وبجد نبقى منهارين وزعلانين ومتضايقين وعندنا لعيبه اولادنا بيقعوا مننا في لحظه في لحظه في لحظه. بتلاقي لعيب شاب صحته زي الفل وشاب زي الورد فجاه على الارض بيتنقل صدمات كهربائيه لمده 35 دقيقه، ساعه ونص، القلب واقف، خد قلبنا كلنا، خد قلب المصريين كلهم. ربنا يرجعه بالسلامة ويشفيه ويعافيه ويرجعه لأهله. حالة أحمد رفعت لازم تبقى فوق لينا كلنا، لحظة كده نقفها مع نفسنا ونفكر فين المشكلة، ايه اللي وصل أحمد رفعت نوع على الأرض ويحصل له كده. أيا كان، وارد يا سيدي أنا هفترض معاك إن أحمد رفعت حصل له كده يعني عادي، هو ربنا أراد كده في التوقيت ده من غير أسباب، مع إن مفيش حاجة من غير أسباب، لا يمكن. ما هتجيبني يمين تجيبني شمال، أكيد اللي حصل ده ليه سبب وهنعرفه، أكيد هنفضل ورا الموضوع كلنا لحد ما نعرف إيه اللي حصل لأحمد رفعت عشان يحصل له كده. هل الصيام هو اللي باين لو أحمد رفعت عنده مشكلة؟ هل كمية السوائل اللي دخلت له كان فيها مشكلة؟ هل الأكل أو نظام التغذية هو اللي كان فيه مشكلة؟ هل فعلا كمية الكافيين اللي دخلت له من قهوة من ما شابه هو شرب فحصل له كده؟ قهوة مثلا أو نسكافيه أو ما شابه؟ إيه اللي حصل؟ لازم نعرف إيه اللي حصل. ما نقعدش قاعدين يا نهار ربنا يقومه بالسلامة وإيه اللي حصل لأحمد رفعت؟ طب وخلاص ويومين وإن شاء الله إن شاء الله أحمد رفعت يقوم لنا بألف سلامة ويرجع لأهله بألف سلامة يا رب. دعواتنا كلنا معايا وخلاص وموقف وعدى. لا لا مش عايزين كده، عايزين نعرف ايه السبب. وقبل ما نعرف بقى ايه السبب وندور ورا السبب، ارجوكم ارجوكم بتمنى من حضراتكم، احنا هنلعب، احنا لسه النهارده 8 رمضان، عندنا لعيبه طوال شهر رمضان هتفضل تلعب كوره وسله ويد وطايره وكل الالعاب. مش عايزين نتفاجئ بلعيب تاني واقع على الارض، مش عايزين نتفاجئ بده. انا من هنا بطالب مجالس ادارات الانديه كلها بلا استثناء واولهم نادي الزمالك بلا استثناء تشيك اب كامل لكل لعيبتنا، لكل لعيبتنا، عشان لو عندنا لعيبه عنده مشكله نعرفها ونعالجه
بدل ما لا قدر الله يقع مننا في الملعب. كل واحد كل حاجه مكتوبه له وتمام وانا مقتنعه، بس ما نرميش نفسنا في التهلكه ونقول اصل ده كان مقدر ومكتوب. لا لا، لازم ندور على الاسباب. كل واحد بيشوف نصيبه وقدره ومكتوب له وكل الكلام ده، طبعا على عيني وراسي، لكن اعمل اللي عليا، اعمل اللي عليا، ما ارميش نفسي في التهلكه واقول اصل ده نصيبي. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. للمره الالف، وهفتح الموضوع ده بشكل اكبر واكبر الحلقه الجايه، وهنتكلم فيه باستفاضه. ارجوكم كل مجالس ادارات انديه مصر وعلى راسهم نادي الزمالك، لو سمحتم تشيك اب كامل لكل لعيبتنا في كل الالعاب فرديه وجماعيه، علشان نطمن على اولادنا، علشان لو حد عنده مشكله نتفاداها قبل ما تكبر وتتفاقم ونتفاجئ باحمد رفعت جديد واقع على الارض. ارجوكم يا جماعه ودعواتكم طبعا، وارجوكم تكثيف الدعاء لاحمد رفعت، وربنا يقومهن بالف سلامه ويرجع لنا ان شاء الله، ويرجع لاهله باذن الله.